ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ مستنى الناس تيجي تدخل. شباب، وعليكم السلام، ازيك يا ابو علي؟ فهد على طول راشق معانا. شنو ده حبيبي؟ ازيك يا شنو ده؟ وعليكم السلام، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اللي دخل كده يضغط لايك عشان الفيديو اللايك يوصل لناس تانية، ما نضطرش نستنى او نعيد من الاول. حبيبي حبيبي تسلم لي. او لايك موجودين. هلا كمان يا شباب، كمان كمان. هلو هلو، عاملين ايه؟ لايك من الشغل. حبيبي مصطفى تسلم لي. تحليل طبية يا محمد يا بركات. عليكم السلام، عليكم السلام حبيبي، تسلم لي يا رب. انت مالك وحش والله. ثواني نشوف الراجل ده ونرجع لكم تاني. صباح اسمه. الراجل دخل وطلع تاني. ارجع تاني يا حاج. عاملين ايه؟ النهارده بس عشان في موقف حصل في الشغل هحكي لكم عليه. انا بندردش دلوقتي هقول لكم. علوم يا هدى يا محمد، قاعد في امان الله من شويه، نص ساعه تقريبا، كان في زبونه ست كبيره عندي كانت واخده مركز سابع على مستوى أمريكا في لعبة البلياردو، ست كبيرة في السن، حاجة و50 سنة. أقول لكم اللي حصل دلوقتي، أكمل معاكم. Alright. What the phone number? 267 267 780 780 6857 Last name? Yuri. 124 huh? 124 Cash or card? Cash. Alright. هرد عليك. بص يا شباب، حد انت بيسألني مين؟ رنا بتسأل انت شغال ايه؟ انا شغال ستور مانجر، مدير فرع في شركة موبايلات. الحمد لله. مصطفى بيقول ايه؟ الحمد لله ما كنتش بلحق لايفاتك، بس بتفرج عليها بعد ما تنزل عشان مواعيد شغلي ساعات باجي متأخر. معلش يا درش، هي ظروفها كده يعني، مسحها فيا انا. نظبطها ان شاء الله مع بعض. زياد، الحياة البرية عاملة ايه في ولاية بنسلفانيا؟ في هنا غزلان كتير، تمام. في حيوانات انا معرفش، ما مش متابع قوي في القصه دي، بس تمام. يعني في هنا في كميه غابات غريبه هنا اساسا. محمود بيسأل انت كنت عارف في انجليزي قبل السفر؟ كنت عارف يا حوده، بس مش بنفس الاكسنت، مش بنفس الدرجه اللي انا بتكلم بيها دلوقتي. التعامل مع الامريكان هيعلمك،
التعامل مع الأمريكان هيعلمك إنك غصب عنك لازم تتعلم إنجليزي عشان تعرف تتعامل كويس، تعرف تشتغل في شغلانة كويسة كده. من كتر الكلام، وأنت لما تكون محيط بالأمريكان من كل حتة هتبص تلاقي نفسك بتتكلم زيهم واحدة واحدة. متستعجلش. رنا بتقول هل في شغل للبنات في أمريكا بالنسبة اللي بيدرسوا؟ اه طبعا في شغل لكل الناس. في شغل يا رنا للبنات هنا، معظم البنات بيشتغلوا هنا عادي جدا يعني، الموضوع موسع. حبيبي يا حودة ازيك؟ عامل ايه محمود حسن؟ حبيبي يا حودة، اتعلمت امريكي ازاي؟ زي ما قلت لك يا شنودة، كتر الكلام والعشرة مع الامريكان غصب عنك لازم تتعلم. عايز اسألك، انا معايا تمريض دبلوم اقدر اشتغل في امريكا ولا ايه؟ دبلوم عايز اقدر اشتغل في امريكا. بتدرس يا ابو حميد؟ بتدرس، عشان تدرس التمريض يعني لازم تدرس في مساعد تمريض وفي ممرض معتمد، بس هي فلوسها كويسة جدا على فكرة، تمريض فلوسه كويسة. حبيبي احمد يا سمير تسلم. اشرح لك ايه يا رنا، بياخدوا كام في اليوم ولا بالشهر؟ الشغل بالاسبوع يا رنا مش باليوم، الشغل بالاسبوع في امريكا تاخدي المرتب بتاعك كل اسبوع تمام، وعلى حسب شغل يدوي ولا مش يدوي ولا شغل مكان كويس اللي هو مثلا استقبال ريسبشن يعني قصدي مبيعات، ده في فندق غير الشغل اليدوي طبعا يعني في مطابخ وحاجات من دي، فبتختلف. ممكن تبدأ معاك الساعة من $8 وانت طالع لفوق، 8 9 10 وانت طالع لفوق على حسب الولاية، لو في ولاية ممكن فيها 15 فيها 20. حبيبي انا ما اعرفش محمد ابو زيد، ازيك يا حمادة؟ احمد علي انت لو وحشني يا حمادة، تسلم لي. لو عدلت شهادتك حودة مين محمد؟ عادي يا حمادة اشتغل. بالتوفيق يا رنا ان شاء الله. الناس اللي بتقدم ما تستعجلش في التقديم وتقدم غلط، على مهلك وقدم بالراحة. انا هاخدني الكلام وانسى اوريكم ايه اللي جالي من الست الامريكية دي. تعاملت معاها نايس يعني، تتعامل مع الناس كويس، تسيب بصمة عندهم فتلاقي بيحترموك. لقيتها جاية وجايبة ابنها وبنتها وجايبة ايه بقى؟ جايبة دي هنفتح سوا، انا مش هاكلها هو اكل، بس خلينا نفتح سوا كده نشوف. فراخ مشوية؟ مش فراخ بس كبيرة أوي، شكلها رومي ولا ايه؟ والله ما انا عارف اهوت. وخضار ورز، انا مش هقدر اكل الاكل ده نفسيا، مش هقدر اكل. ايه بقى؟ انا نفسي مش هقدر. احنا هنعمل ايه؟ نستنى حد هوملس من الجماعه اللي كده ونديهوله بقى يتعشى بيه هو. بس انا بتكلم، قلت لها شكرا طبعا وشكرتها ان يا ستي ذوق يعني. يلا هنا كمل بره بقى، شفته بقى.
تسيب انطباع كويس عند الناس فبيفتكروك بالخير. محدش اجبرها ان هي تيجي تاني وتجيب لي حاجه زي دي، فقلت لها شكرا، شكرتها هي واولادها ومشيت. مين بيسأل؟ لو ضعيف في الانجليزي تنصحني تاخد كورس في مصر؟ اتعلم مواد على اليوتيوب، ما تضيعش وقتك تتفرج على افلام ومسلسلات، ضيع وقتك انك تتعلم لغه تنفعك يا شنوده. تسلم لي يا ابو حميد. رنا بتقول هل فعلا في امريكا ممكن تحقق احلامك افضل من البلاد العربيه؟ 1000000%. صح، امريكا بلد الاحلام زي ما بيقولوا، انك لو تعبت شويه واشتغلت على نفسك هتحقق كل نفسك فيه، ده اللي اقدر اقوله. حبيبي يا مداح تسلم لي، حبيبي حبيبي. لو انا اعزب وماليش اي حد في امريكا ينفع اخد معايا اقل من 5000 دولار؟ حلو جدا، 5000 كويسين جدا يا زياد. انت غيرت الفرع من سنة، كنت في فرع تاني مش كده؟ صح، احييك يا علي، مظبوط، من سنة كنت في فرع تاني، بقالي في الفرع الجديد ده حوالي 3 شهور. ممكن بالمناسبة العربية الحمراء دي عربيتي والله، عايز اغيرها بس هي اصيلة ما كلتش صراحة. تنور يا ابو حميد، اللي يكسب فيكم ان شاء الله ويعوز شغل يجي لي بس اشغله في الشركة، بس يتعلم انجليش كويس. ايه رأيك في نظم ومعلومات؟ هل ليها شغل في امريكا؟ ليها طبعا، كل حاجة يا جماعة، كل حاجة لها شغل. انتوا جايين في بلد تعدادها والمساحة بتاعتها وفيها اكبر شركات العالم وتقول لي في شغل ولا لأ؟ محدش يسأل السؤال ده خالص. شروط الهجرة السنة دي منع تغيير الخلفية بالفوتوشوب نهائيا، من زمان منع الكلام ده كله، بس زي ما قلت لك في ناس عملتها قبل كده منع الكلام ده من سنين طويلة، وتقول لك ما تستخدمش فوتوشوب. تمام، براحتك. انا عموما بقول لك في ممكن حاجات تستغنى عن الفوتوشوب خالص، لو انت مثلا جبت ملاية او ستارة بيضة هتلاقي الدنيا تمام معاك، مش هتحتاج فوتوشوب خالص. الصوت ده هيعمل حقوق نشر، الاغنية اللي شغالة هتعمل حقوق نشر، تعمل حقوق نشر ويمسح اللايف. تامر صلاح الدين تيمور حبيبي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي، تسلم لي. أخبارك يا مان؟ شنو ده؟ لو أنا أعزب وعندي جوز بنت عمي وهشتغل أخد كام معايا؟ يعني إيه هيقعدك معاه مثلا؟ وضح لي شوية يا شنودة. لو هتقعد عنده في البيت فانت مش هتحتاج فلوس كتير، طالما انت كده كده سكن عليه فانت تمام زي الفل. مش هتحتاج فلوس كتير لو هو هيجيب لك السكن يعني. وعليكم السلام خلود، ازيك؟ صفحة الفيس يا شباب موجودة للي عايز. نسيت، فكرتوني، في اخ امبارح عراقي قصدني في حاجه ونسيت خالص، بعتذر لك، معلش انا ما تواصلتش معاك بس هتواصل معاك ان شاء الله، اديك اللينك بتاع صفحه الفيس بتاعي عشان اللي محتاج حاجه اقدر اقوم بيها يعني. تمام، فبعتذر لك يا اخي العراقي، مش فاكر اسمك ايه، بس هبص في الكومنتات كده ان شاء الله اجيبك واتواصل معاك باذن الله. حبيبي يا شاذ، الاسلام لي يا رب. خالد شبل حبيبي، في خبر ان السفارات هتفتح قريب باذن الله يا يوسف، تبدا الدنيا تتظبط باذن الله. مهاجر جديد، انسب ولايه ايه اللي ليك حد فيها يا خلود؟ اللي تعرف حد فيها يساعدك. انا جبت ملا، رضا بيقول انا جبت ملا بيضه
ورحت الاستوديو، بس الخلفية طلعت مش بيضة قوي، غامقة شوية، عادي جدا مش مشكلة، طالما هو لو الإضاءة عنده كويسة هتطلع لك الخلفية كويسة، مش لازم، مش هتطلع، مفيش لون الأبيض الناصع البياض اللي هو زي ده كده، ده أبيض أهو، بس أنتوا شايفينه؟ أنا مثلا خليني أوريكم، ده أبيض قدامي، إنه أبيض جدا، بس أنت مش شايفه أبيض، صح ولا غلط؟ ده مقبول، الألوان دي أهو، ده مقبول، تمام؟ ايه تاني ايه تاني؟ ازاي تقوي نفسك في الانجليش صح وتتكلم شبه الامريكان؟ اول حاجة قبل ما تيجي من بلدك اللي انت فيها، تقعد على اليوتيوب تتعلم لك شوية كويسين، تقرا كتاب، تقرا قصة، تتفرج على افلام اجنبي، دي حاجة، تبدأ تعمل قاعدة لغوية عندك من مفردات الكلمات، انما الاكسنت نفسها هتتعلمها لما تيجي هنا وتتعامل معاهم وجها لوجه، هتتعلم الكلام ده كله. انا كنت جاي، انا بحب الانجليش من زمان وده اللي ساعدني، بس طبعا اول ما جيت ما كانش الاكسنت ظابطه معاهم، واحده واحده خلاص اخدت على الموضوع، وبقت الانجليش عندي زيه زي قريب من العربي يعني. الحمد لله رب العالمين، والدليل ان انا شغال دلوقتي في يعني معيش حد عربي، وبتعامل تعاملي كله مع الامريكان. علي عارف يا علوة، أنا فاكر علي محمد، أنا فاكرك من زمان. الأكل المصري ولا الأمريكي؟ الأكل المصري طبعا. العقبات اللي قابلتك في بدايتك في أمريكا، هنتكلم في القصة دي بس دي كتير. أول حاجة الشغل مع عرب، تاني هام الشغل اليدوي، يعني في أمور تانية مثلا اللي أنت كنت ممكن تتفاداها وقعت فيها، هنتكلم على كل حاجة، بس مش هينفع نتكلم عليها دلوقتي إلا عشان وقت اللايف، فإن شاء الله ربنا ييسر الأمور نتكلم عليها في حاجات منفصلة. وعليكم السلام، ازيك يا مالك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. عملت مقابلة مع بريطانيا النهاردة في الفرع عندي، والحمد لله ظبط رغم ان الانجليزي بتاعي معقول. طب تمام زي الفل، الله ينور يا ابو حميد، شد حيلك كده، وظيفتك محفوظة، تعالى انت بالسلامة. بس اسم الصفحة على الفيس عامر يوسف، عامر يوسف AMERYOUSEF. مصطفى موسى، انت مافيا 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 مافيا. انا مافيا، يعني ايه مافيا؟ مش فاهم، فهمني يا مصطفى، يعني ايه مافيا بس؟ والله قدمت السنة اللي فاتت وما حصلش نصيب، وهقدم تاني. ربنا يوفقك يا حبيبي، رب بإذن الله. تاني هيجيب لي شغل وشقة أوضة واحدة، حلو تمام يا شنودة، هجيب لك شقة أوضة واحدة ويشغلك، والله زي الفل، خد معاك 2000 دولار كفاية جدا يعني. محتاج قد إيه من المال حتى أتم الهجرة وأستقر؟ في البداية مش محتاج فلوس كتير، الفلوس اللي هتحتاجها كتير بعد ما تيجي بالسلامة إن شاء الله. حبيبي مصطفى تسلم، ربنا يعزك يا رب، ربنا يوفقك يا مالك بإذن الله، ونبارك لك يا رب انت وكل حبايبنا الموجودين معايا على الصفحة واللي مش موجودين. شغل الكهرباء مطلوب ولا لا؟ كل شغل في الدنيا انت ممكن تتخيله مطلوب هنا في امريكا، اي حاجة اي حاجة، والشغل اليدوي مطلوب 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 كتير. تامر بيقول يعني قد ايه؟ بص يا تيمور، يعني وانت لسه في بلدك هتحتاج ادي 330 20، نقول 600 700 دولار، 800 دولار، وانت لسه ما سافرتش. بعد كده هتحتاج لك فلوس معاك، يعني ممكن لو انت فردي مثلا كده سنجل هتحتاج لك مثلا من 2000 3000 دولار في البداية كده يعني. مصطفى عبد المنعم، سؤال خاص
بأبليكيشن التقديم كريم عزت وجان قالوا ايه نكتب في الخانة 4 مكان الميلاد، مكان الميلاد ما تكتبش كايرو، اكتبوا الحي مثلا. الولاية، الولاية بتتكتب دايما المحافظة، انما المدينة لو انت في بلد كبيرة زي القاهرة بتكتبها الحي اللي انت فيه بس. وكل الحاجات دي سنوية، مش هيدقق عليها، هيدقق على الحاجات الرئيسية اللي انت لازم يكون معاك سنوية ولا لا، دي الحاجات اللي هيدقق عليها. يبقاش في ابتدائية وانت قايل انا معايا سنوية، او انت تقول مثلا انت معاك كلية وانت مثلا واخد اعدادية، دي حاجات ما بسامحوش فيها. انما لو انت غلطان غلطة في العنوان مثلا، مش عارف حرف في الاسم بتاع، كل الامور دي بتعدي. هل لازم يكون معاك عربية في كل الولايات؟ لا، يعني الولاية اللي انا فيها مش، لا المواصلات فيها كويسة جدا، فانت ممكن ما تحتاجش فيها عربية، بس بهدلة في الشتاء. انا جربت ده وجربت ده، اتبهدلت، قعدت شهرين ثلاثة من غير عربية، اتنفخت فيهم. تستنى الاتوبيس وليك مواعيد، يا اما تطلب اوبر وبفلوس كتير، قصص. انا معايا دبلوم زراعة يمشي حاله، هي ماشية شاذلي زي الفل. مصطفى اخبار الجيم ايه؟ اوعى تكون وقفت الجيم. بروح بس على استحياء، يا درش هرجع اظبط فيه تاني ان شاء الله. انا بروح بس قليل. دكتور محمد نجاح الجزائري، مساء الخير بتوقيتي. كتب لكم أخي الغالي، أنا حاصل على شهادة الدكتوراه في الاستراتيجية العسكرية والأمنية حسب علمك، عندي فرصة للعمل علما أن عمري 44 عام وأنا مدير مركز بحثي مشهور. طبعا يا دكتور أنا مش عارف أنت في أي بلد، بس تمام. الحاجات اللي بتبقى أنت عامل اللي واخدين شهادات عليا هنا لما يجي يعادل شهادته تمام أكيد يعني، بس كجيش لو حاجة خاصة بالجيش فدي بيبقى محتاجة بحث النوم وتدقيق، شوفوا انت فين بالظبط، مش هيجيبوا حد من جيش مثلا تاني يشغلوه في الجيش ده مباشرة. لازم طبعا استعلامات ولازم قصة طويلة وممكن تحتاج دراسة شوية كده. هو لو غلط في حرف ورقم في يوم في الباسبور ينفع تتعدل بعد الفوز؟ ممكن يا عمر، بإذن الله ينفع. حبيبي يا شاذلي، هل أمريكا كئيبة زي الدول اللا الأوروبية ولا اللا أوروبية؟ مش فاهم. هرد عليك يا إيمان حاضر، إيمان جودة هرد عليك. كئيبة على حسب أنت عايش فين يعني. أمريكا كويسة اللي عايش حياته يعني، بتشتغل وبتعمل دخل كويس وبتتفسح وتروح وتيجي، أمريكا كويسة. إنما أنت بقى قاعد مكتئب وشغل شغل 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 شغل، حياة بنت لذينة يعني، ربنا ما يكتبهاش على حد. إيمان أنت كنت بتقولي بالنسبة للنجار المسلح ظروفه إيه؟ هل يقدر يشتغل؟ يشتغل جدا يا إيمان، النجار المسلح يشتغل ونص، البيوت كلها بالخشب، إزاي النجار مش هيشتغل؟ بياخدوا فلوس كويسة. ده أنا كان عندي حوض بايظ، حوض بايظ يعني حاجة مسدودة كده، عشان واحد يجي يسلك الحوض قال لي 400 دولار. متخيلين 400 دولار عشان يسلك حوض ويشيل مش عارف ايه، نجار عشان يركب مطبخ ولا يعمل حاجة ياخد له 2000 دولار مثلا تركيب، على حاجة تقعد في دي يوم يوم. أمريكا زي الأفلام، أمريكا الاتنين، الأفلام والواقع الاتنين موجودين يا يوسف، بتعيشهم. أنا عشت حاجات هنا، في قصص وحكايات وروايات عشتها الأيام اللي فاتت والشهور اللي فاتت، تتكتب في كتاب. عموما هنشوف، خلينا نشوف الأول مين معانا ونرجع لكم تاني. الله خليكم معايا يا شباب، ثواني. هاي هاي رون مالبين. عملت انا سيلتني يا مدفون سوري
Let me pay for this one. I'm gonna pay right back. Payment? Okay. A different number? I need a new SIM card. What do you mean new SIM card? New SIM card with a new number. A new number? Yeah. What service you had now? This. Metro? Mm-hmm. All right. Do you have a Genie? Do I have ID? Yeah. Nah. Why? I'm buying it. I don't want to put it in my name because I'm buying it for somebody else. All right. What the name you want to put on the account? Just write it down. I'm all right. First, last name, date of birth, and address. Okay. You said address too? Yes. The phone is Metro phone or different? Yeah, this is a Metro phone. Metro phone? All right. Be whole new account, right? Huh? Separate account? Yeah. All right. Get it yet, like comes in like maybe like 10 days, 15 days. Zip code? I think it's 19132. 32? Mm-hmm. All right. Ask you that? Huh? No. Talking on the phone. You talking? No. You got it. All right. Can I lock it for me, please? But the phone is still active? She just said she needed a new SIM card and new number. Mm-hmm. But I think the phone is still active already. So you get number, you can call yourself. Yes, you see the Metro by T-Mobile on top of the screen. Oh, so it shows like right there. Yes, so you need to cancel the phone first and bring it back. Or I could just pay this bill then. She probably don't know. All right. She said her boyfriend gave it to her. So. All right. 908. One more time. 908 386 Yes, $54. Yes. And then when her bill due? Every first of the month. So then $54 today, and then on the first? At the first, yes. What's today? 3 weeks, so like today, the 13th. All right. Cash or card? Huh? Cash or card? I'm paying cash. All right. Here. Thank you.
Done. You good? Some turns you too far. Yes. يا شباب مين بيقول انا لو واحد شغال في الكويت وهو من مصر، عنوان اهلي في مصر والعنوان في الكويت والمقابله في مصر، المقابله في مصر افضل من الكويت، بس لو الكويت شغاله يبقى الكويت افضل. مصر موقفين فيها المقابلات اليومين دولت. دي حاجه. يا بجرون ثانك يو. تمام. انا من العراق ولا اقصد العمل في الجيش، ولكن في المراكز البحثيه نعم قريب من اختصاصي. ممكن يا دكتور، دكتور محمد نجاح، يمكن طبعا طالما اعمال بحثيه. تمام زي الفل. لو كنت في بلد اخر ولكن مقدم الهجره من مصر، ازاي اكمل ورقي؟ عادي جدا يا تامر، مش مشكله لازم تكون في مصر عشان تقدم، عادي كمل ورقك. ان حد هتنزل مصر تخلصه، يا حد يخلصولك. افضل وقت للتقديم في الاول ولا في الاخر؟ ما بتفرقش يا رضا، بس انا بحب التقديم في اواخر الايام، انا كده، بس هي ما بتفرقش، انا بتفائل بالاخر. حبيبي يا خالد تسلم لي. ايمان جوده، واللي معاه ليسانس تربيه قسم تربيه خاصه يقدر يلاقي شغل؟ يعني ايه تربيه خاصه؟ قصدك اللي هو ذوي الاعاقه يعني، ولا ايه اللي هما زي ما فهمت كده ايمان، ولا حاجه تانية؟ تمام. بس طبعا على حسب، لو انت معاك اللغه يبقى كويس جدا، لان الحاجات دي مطلوبه هنا بنسبه كبيره، في مدارس بيحتاجوا لك، يبقى انت موجوده في المدرسه كلها عشان تدرسي الطفل ولا طفلين. تخيلي انهم بيحاولوا يدمجوا الاطفال زي كده في الدراسه مع الاطفال العاديين. تخيلي انت ممكن يوم كله بس مع طفل او اتنين. انا كنت مقدم في اخر الايام يا رضا. لما شغال هنا، شغال ستور مانجر يا محمد، مدير فرع في شركه مبيولات. هو الامتحان الجنسيه بعد 5 سنين سهله وصعبه؟ ان شاء الله سهله باذن الله. والاسئله تكون ازاي، وينفع يستخدم ترجمه جوجل؟ لا ما ينفعش، لازم تكون عارف اللغه، وبيدي لك المفروض كتاب الدستور بتذاكره عشان تمتحن منه، في كتاب كده بتذاكره، اسئله موجوده على النت على اليوتيوب تقدر تذاكرها. ليه شكلك مش مبسوط؟ هل الوضع مش مريح في امريكا ولا ده حنين الوطن؟ الحمد لله مبسوط. بص اقدر اقول لك بالفم المليان ان سفري من مصر لامريكا من احسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. يعني لا شك في ذلك ابدا. تمام؟ كون ان انت مبسوط او مش مبسوط، وارد ان عليك لحظات بتحن بلدك لاهلك لاصحابك، عايز ترتاح شويه، ده 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 ده، انما يبقى ان السفر لامريكا حاجه حلوه جدا جدا. الاولى غير كده، هو في امريكا يكون بيستهبل وبيشتغلك تعب، بس كل تعب بتتعبه بتلاقي مقابل ليه. حبيبي يا محمد تسلم. تسلم يا رضا. تفضل قد ايه الرهبه والقلق وازاي تتغلب عليها؟ الرهبه والقلق اسبوع ل 10 ايام، بعد كده تلاقي الدنيا تمام. يعني انا اول ما جيت هنا الناس غريبه والدنيا غريبه زي ما انتم شايفين اهو، ناس غريبه ولغه غريبه عليك، كل حاجه غريبه، بس هتبص تلاقي نفسك خلاص اتاقلمت، بقى دي حياتك، هي دي الناس صحابك هنا. اي نعم مش الصحاب يعني، بس تلاقي نفسك بتعرف على ثقافات جديده ولغه وناس وعادات وكل حاجه، فتبدا تتاقلم، ولما تتاقلم هتلاقي ان الحياه تمام جدا. يعني شفت الحاجات اللي انا كنت عايشها في الافلام زمان، طول عمري بحب الافلام الاجنبي، عايشها هنا، اللي انا كنت بشوفه في الافلام شايفه هنا، فما فيش فرق يعني. شوف الراجل الطيب ده يا عم، انا هيران. For the SE? Yeah. The SE. The next one, the SE. We don't have the 7, we don't have the 8.
We only got the AC, the newest one. How much did I have? So like $410. $410. Yes. With the same number. All right. All right. We got the 12 and 13, but different price. Like the 12, almost like 800, and the 13, like 1,000. Hey everyone. Hey Abd Rahman. Ahlan, ahlan. مساء الفل على الجميع. مساء العسل يا ماجد, اهلا بيك. حسن عليكم السلام. اقيلا باور, انا تمام يا حبيبي والله زي الفل حبيبي. تسلم لي يا رب على السؤال. احكي لنا على اسئله المقابله. اسئله المقابله بيسالك انت رايح فين, رايح عند مين, تعرفه ولا لا, هتشتغل ايه, المؤهل بتاعك ايه. بس انا طالب بالصف الثالث الثانوي حاليا وعندي 19 سنة. اقدم في اللوتري لما تخلص ثانوية اقدم يا عبد الرحمن. انك وانت بتقدم هتقول لهم ان انت معاك ثانوية. طب ازاي وانت لسه ما خلصت الثانوية؟ خلص وقدم. انا قدمت من عن طريق التليفون. في مشكلة؟ عادي جدا يا ابو علي, عادي. مظبوط يا عبد الرحمن. يوسف بيقول ما شاء الله الاكسنت بتاعتك غريبه جدا من الامريكان من كتر العشره. يوسف 4 سنين اكل شارب معاهم فخلاص اتعودنا. هقرب التليفون شويه, انا بعمل زوم على الوش بس استحملونا بقى. اكيد ده حلم لكتير من البشر. امريكا تستاهل انك تهاجر لها يا شباب بصراحة والله العظيم. يعني تعب بهدلة, هتشوف اول ايامك هتتبهدل شوية. تشتغل واحد زي حالاتي يشتغل في كل حاجة, يعني اشتغل في تقطيع البصل وغسل الاطباق وده وده وده. اشتغلت اول ما جيت اشتغلت في كل ده, بس ربك بيكرم. يعني ربك لما بتتعب وربنا بلاقيك بتتعب وبتجتهد وبتعمل اللي عليك بيعوضك بحاجة احسن الحمد لله. لو انا اعزب اعوز كام اصرفه عشان اسافر؟ ردينا يا شنود. انت حاضر معايا من الاول يا شنود, ارجع لللايف من الاول هتلاقي الرد. حبيبي يا تامر تسلم, ربنا يوفقك حبيبي يا رب. طارق بيسأل صورة اللوتري مشكلة حتى الاستوديوهات ما بتعرفش تعمل خلفية صح؟ والله الموضوع بسيط جدا, ابسط مما تتخيل. ستارة, هقول لك ايه, ستارة بيضة. روح عند بتاع اللي بيبيع ستاير, اشتري من عنده ستاره يا عم ب 20 جنيه, مش مشكله تمام, وخدها معاك. واحد يمسكها لك من هنا, واحد يمسكها لك من هنا وتصور بس. بس شكرا, ولا هتقص ولا هتعمل. سهله اهي, موضوع بسيط, ستاره او ملايه اي حاجه. انا مخلص علوم كيمياء ودبلوم التعليم الطبيه ودبلوم التغذيه. هل في شغل خاص بالتغذيه في امريكا؟ في طبعا يا اسرار الحياه, في اكيد شغل. محتاج معاملة معادلة والدنيا تمام معاك, توكل على الله. انا خريج علوم فيزياء. في شغل في المجال؟ في شغل يا محمود. بحث اللي ما ايه ما يغركش في امريكا بيكسب في اللوتري, يعني ايه؟ مش فاهم يا يوسف. بيكسب في اللوتري عشان كده مش هتعشم في الفوز. في ناس اتعشمت في الفوز وربنا كرمها وجت, وفي ناس كسلت وقالت لا يا عم هو مين اللي مش عارف ايه وده 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 وده, وبرده ربنا كرمها وجت. بصوا, الفوز او انك تنجح وربنا يكتبها لك بيبقى قدر مكتوب انك تسافر وتقابل ده وده يحصل معاك هنا والموقف فلان يحصل كذا وده كل ده مكتوب. واخدين بالكو؟ فلو مش مكتوبة لحد هتيجي ازاي؟ طيب يعني هتيجي ازاي؟ يعني انت مكتوب لك اليوم الفلاني انا صحيت النهاردة قابلت فلان اتكلمت معاه وحصل بيني وبينه, كل ده مكتوب في قدرك. اتخبطت النهاردة لا قدر الله, وقعت راكب العجلة وقعت, بيحصل ولا لا؟
عربية لا قدر الله خبطتك، داست على صباعك مثلا، ما كل ده تمام يعني، كل ده مكتوب هيحصل لك وانت قاعد في مصر مثلا في بلد تانية. ها ربنا كرمتك وجيت البلد، وكرمك وجيت البلد دي واتجوزت مثلا من هنا، كنت هتتجوز وانت في بلد تانية؟ لا قدر. ماجد عايز يشتغل في هوليود، وانا كمان يا ماجد، يلا بينا. بعد ما تتصور بستارة بيضة بتقصها بالفوتوشوب ولا لا؟ ما تتقصش، خدها زي ما هي على الأداة اللي على الموقع وقدم بيها، هتتقص معاك زي الفل. أنا عايز أطلع شهادة قيد من المعهد اللي أنا فيه عشان أعرف أطلع الباسبور. الموظف بيقول لي لما تيجي كشوفات التنسيق، ومش عارفين هتيجي إمتى، وموظف بيقول لي كمان شهر. الله يسامحك يا زياد، في بند بيقول لك إنك ممكن تتفادى قصة الباسبور، ممكن تكتبه ده. سمعت الموضوع ده يا زيزو؟ مش كنت متأخر قوي يا زياد يعني، كنت شفت قصة الباسبور دي من بدري، الناس بتستنى لحد أواخر الأيام ويجي يدور على الباسبور، صح؟ طب يلا عشان احطولنا قوي، يا نهار أبيض بقالنا 40 دقيقة. يلا خلاص كده تمام، معلش بقى اللي هيجي بعد كده ولا 40 دقيقة ده هيتنفخ، هيجري نص الفيديو، واخدين بالكم؟ اه والله هيجري نص الفيديو. آه حبيبي يا موت، تسلم، ربنا يعزك، تسلم لي. وعليكم السلام يا بايتش سالم، بايتش سالم. كريم علي، الملامح العربية مشكلة في أمريكا؟ لا عادي جدا، في جنسية هنا شبهنا بالظبط، بالظبط البورتريكو من هنا شبهنا بالملي. شوف واحد من بورتريكو تقول مصري، تقول عليه جزائري مغربي، تقول عليه لبناني، بيشبهونا بدقننا بشعرنا بوشنا بملامحنا الشرق أوسطية كده يعني. احنا عايزين نمشي يا شباب، اتأخرنا قوي، احنا حنطينكم معانا والناس اللي هتيجي بعد كده هتزعل. تمام حبيبي، انا عارف، انا عارفك يا سالم، احبك الذي احببتني فيه يا سالم، تسلم لي يا رب، انت واهل الجزائر على راسي والله حبايبي كلك. وعليكم السلام. انا في الموقع، ثواني نرد على التليفون. مترو تي موبل، هاو ماي هيلب يو؟ Insurance on the phone. How much you pay a month? How many lines you hit? Two lines. All right, let me pull up the account. Give me the number. 1 second. 1 second. 407. 1 second, please. The phone number. 267. 407. 8574. How long you headed? Year and a half now. Not that long. Hold on a second. The part like last year, yeah. So I haven't fallen that long. Do you have the other phone in you? Yeah. All right. I sent a 6-digit code to the phone. Can you read back to me, please? It's 292-832. All right.
Yes. You have insurance on it. Okay. Does that So I give you the number, keep this number, call them, make a claim, and get the claim number, come back to the store to pay the deductible for the phone. Right? So what's the number? 1-800 2075. Yes. You said put the claim in? Yes, get the claim number and come to the store to pay the deductible for the phone. Right? Okay. All right. All right, man. Thank you. Bye bye. Ya marhaba. اعمل فيديو عن المصاريف الشهريه والضرايب. حاضر. عناي حاضر نعمله. انا في الواقع قسمت السنه, يعني امتحنت مواد معايا شامل امتحنتها. ان اجلت الثانويه لظروف ومش لا طبعا لازم تاخد الثانويه يا عبد الرحمن, لازم الثانويه يا عبده. ينفع تضيف خطيبتك في ابلكيشن اللوتري؟ لا طبعا ما ينفعش, لازم تكون كاتب كتاب. لازم الباسبور لازم يكون صالح, ولازم التجديد يفضل يا تامر يفضل. هل ينفع اقدم في كوميونيتي كولج او هاي سكول دراسة لغة وبعد كده اكمل دراسة حاجة تانية خاصة بمجالي مع العلم اني مخلص علوم؟ ينفع. اول ما تيجي امريكا ان شاء الله تنزل على بنسلفانيا وادور لك على شغل. حاضر عناي. عناي يا سالم حاضر. تشرف بتاع الاستوديو عمل لي الخلفيه بالفوتوشوب, ارجع اخليه عادي. بتعدي يا مو بتعدي والله, بس لو هي بيضه وتعرف تجيبها منه بيضه تمام زي الفل. هيجرى لك حاجه يبقى ربنا مش بعيد لك لسه يا زياد. ما تستعجلش حبيبي, واحده واحده, ما تستعجلش. يا ربنا مش بعيد لك لسه الموضوع تمام, واحده واحده, ما تستعجلش, وان شاء الله الدنيا تبقى معاك زي الفل وتمام وتلحق تقدم. لو ما قدمتش يبقى ربنا لسه مش رايد لك السفر دلوقتي. ارد على ايه يا توني؟ ما انا ما شفتش السؤال عشان ارد عليه يا توني والله. اكتبه لي تاني, اكيد تاه في وسط الزحمه وتاخرنا بقالنا 50 دقيقه. تو ماتش يا شباب, تو ماتش والله. عامل عليكم بس مش عايز ابقى اضيف تقيل, ما بحبش ابقى اضيف تقيل ونطول في اللايف وتبقى كده يعني. يلا يا توني عشان اقفل. سؤالك ايه يا توني؟ تقدم على فيزا دراسة لغة بتبقى مش مضمونة قوي يا اسرار الحياة. توني رحت فين؟ اسأل بسرعة عشان لازم اقفل. يلا. Welcome to Metro, may I help you? I cut off one of my phone. All right. Give me a second. عبدو المصري حبيبي. عبدو ازيك؟ عاش من شافك يا عبدو. يا خبر ابيض, اخيرا عبدو اللي ما يعرفوش, عبدو اللي انا اتعلمت منه الحياه في امريكا عامله ازاي. اول حد اتفرجت على فيديوهات هنا. يلا توني هرد. هل ينفع اسافر لاي حد من عائلتي في امريكا مع العلم انه واخد الرد؟ ينفع يا توني. لو حد من الدرجه الاولى عامل لك لم شمل ينفع تسافر عادي مفيش مشكله. اما يا شباب مصر يا عرب. لا ده انا هكلمك بعد ما اخلص اللايف, هكلمك يا عم عبد اشوف انت ازاي تروح مصر من غير ما تقول لي. يلا شباب اشوفكم على خير ان شاء الله. هضطر دلوقتي ولنا لايف جاي ان شاء الله. سلام.